معك بدي بلش حنان عن المرأة. أي خصال أي عادات بيعتبر من المعيب اجتماعياً على المرأة أنه تقوم فيها؟ ما في شيء معيب، المرأة مثل الرجال. لا، هي مرأة وهي رجل، حقوقها مثل حقوقه. أكيد. شو حقوقه؟ بيشتغل؟ بتشتغل. هي أحسن، هي أقوى، هي بتربي، هي بتخلف، وما في خلف وما في ربي. الرجل إذا بيقدر يتعب تعب المرأة بيركع لها وبيصلي لها ليل نهار، ما بيقتلها، ما بيهينها، ما بيبهدلها، ما بيتجوز عليها على الطالعة والنازلة. الرجل بيقول أنا رجال. أنا حأسأل الرجال كلياتها سؤال، مين بيحمي أنوثة المرأة؟ المرأة اليوم بتحكي أو بتخاف تحكي؟ لا، من أين بدها تخاف؟ من الرجال بتعميلها أولادها أو بهددها بنقاط ضعفها. شو نقاط ضعف المرأة؟ شو هن؟ المرأة بعمرها ما كانت ضعيفة، المرأة أقوى مخلوق خلقه الله. بالرغم هالشي عندها نقطة ضعف وحدة. إذا الولد بده يهين المرأة ياخده الرجال وتضلها كرامتها عالية. إذا الأديان عززت المرأة، جميع الأديان، وعلوا المرأة جاي الرجال يهينها، كائن بشري مثله مثلها، بل هي أقوى منه. ما بدي أقول أقوى منه، ليه ما بتقولي متساوي هي وياه؟ كلا، هي أقوى منه. أنت فيك تسهر بالليالي على ابنك وتقوم تاني يوم على شغلك وترجع تعزل البيت سوري بهالكلمة، وتحفظ وتعمي وتدرس وتشتغل برا وجوا، واخر الليل سوري يا مالك جاهزة لجوزها بكامل أنوثتها. شوية احترام، شوية قيمة لهالمرأة، شوية كرامة، بدل ما نسوان كتير مجوزين ورجالهم بتقتلهم وبياكلوا قتل بشراسة وبيبقوا أولادها صبايا. ما في نقاش معها، تحية لها. بهذا المجتمع اللي عم تحكي عنه، في بعض العادات، بعض الخصل هي حكر على على الرجل؟ بنظري أنا المرأة ما في شيء عليها حكر، يعني ولا شيء حكر على المرأة. بيسهر في نسوان بتسهر، بيظهر صار بسبب الرجل في نسوان كتير بتخون رجالها. صرنا بوقت المرأة مثل الرجل، وهو اللي وصلها لهون. المرأة يا مالك خلقت مرأة، والرجل هو اللي بيخليها تصير زلمة. بس المرأة تكون منتفضة هيك، شو اللي بيخليها تصير امرأة اليوم مثل حنان سيرة؟ عدم وجود رجل. عدم وجود الرجل ليعزز. عدم وجود الرجل أو الرجل المعنف هو اللي بيخليها تصير هيك. توصل لمرحلة المرأة بصير يا بدها تخضع كرمال ولادها، يا بدها تستأسد وتقول له حل عني بقى، أنا بربي وأنا بعمل وأنا أقوى منك والله خلقني قوية وبدي ضل قوية. وخلصت عندي، وأنا مرأة عايشة بلا رجال وبعيش بلا رجال مدى عمري. ولكن الرجل يكمل المرأة، يعني هي علاقة تكاملية مش علاقة ندية. تكاملية، بس إذا اضطرت المرأة أنه تكون هي رجل وامرأة بتكون المرأة فيها توقف علاقة ندية مع الرجل؟ أكيد. بده يفتح مشكل، نفتح مشكل. كيف تفتح مشكل؟ إذا هو فتح مشكل، تلاسم بالكلام مثلا. ممكن مرأة تلاسم بالكلام؟ ممكن، ليش مش ممكن؟ لك واحد يسبني ضلني سكتت له؟ لأنه أنا عندي أنثى؟ ما أنت ما احترمت الأنوثة اللي عندي تتسبني بالطريق، فأنا ليه بدي أسكت لك؟ بترد مثل ما بيرد، بده يضرب بضرب، مثل ما بيعاملني بعامله، مثل ما تعدى علي كاف بصفقه كاف، ضربني بوكس بضربه، بده يفتح مشكل يقتل بخبط وبلبط فيه. تضربيه؟ بضربه كفين وثلاثة. أي رجال بيهين مرة بالطريق بياكل قتلة. بيستهابك؟ المرة لا تهان يا مالك. أكيد لا تهان، ولكن رجل بيستهابك؟ رجل الشارع يستهاب ولا عمره ما يستهاب؟ هو اللي بلش بالمشكل وقلل الاحترام وما حفظ أدبه. الرجل المحترم أصلا ما بيمد إيده على مرة، واللي بيضرب مرة منه رجال. شو الفرق؟ وين حد الفاصل بين الإمرأة وتكون إمرأة بكامل أنوثتها، وإمرأة تكون بساحة المعركة بدها تاخد حقوقها بإيدها؟ المرأة مرأة لما بتصير قوية تجيب حقها، ما معناتها بطلت مرأة صارت زلمة. أنا عم أقولها من بروجرامك، أنا كتير بيقولوا لي أنت أخت رجال وأنت مرأة قوية وأنت عال. أنا ما نوجد رجل يعرف قيمة المرأة. الرجل لما بيعرف قيمة أمه اللي وجهت له إياها رح يعرف قيمة كل نسوان الدنيا. الإمرأة تعزز تقدر بجميع المجتمعات، إلا للأسف الشديد بالمجتمعات الشرقية في عليها حكر. ممنوع تروحي، ممنوع تاكلي، ممنوع تشربي، ممنوع تسهري، ممنوع تضعري، ممنوع تتعرفي، ممنوع.
ما في شيء ممنوع. رسالتك لكل امرأة اليوم انه فيها تبيد وبقول لك كل مرة ضعيفة وقفي على اجريكي، وقفي على اجريكي، حاش تاكلوا قتل، حاش تنهانوا قدام ولادكم، حاش تتبهدلوا، حاش تنزلوا على تربية ولد ولقمة عيش وبيت يغطيكم. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.